بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من ترند يلا كورة. أليو ديانج بارح خد قلوب الأهلوية كلهم طبعا في مباراة النادي الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية. أداء أكتر من رائع، لاعب طبعا كلنا كنا مستنيين نشوفه مبارح، يعني قدم أوراق اعتماده كلاعب مهم في خط وسط النادي الأهلي. أداء بصراحة على مستوى شخصي ما كنتش شفته من وقت كبير في وسط ملعب النادي الأهلي. حتى قبل المباراة كنت قلت إن أنا على تويتر إن أنا مستني أشوف ثنائية أليو ديانج والسولية، ومبارح فعلا الثنائية كانت مميزة جدا. أنا عارف إن الناس طبعا كلها نفسها تشوف ثنائية أليو ديانج وحمدي فتحي، ولكن الأكيد النهاردة إن فايلر عنده أوبشنز كتيرة يتحرك من خلالها في نص الملعب، ودي النقطة اللي هتكلم فيها ممكن في آخر التحليل. بس تعالوا نشوف مبارح ليه النادي الأهلي مع فايلر ظهر بشكل أكثر من رائع وأفضل بكتير من اللي حصل قدام نادي سموحة. طبعا مع وضعا في الاعتبار فرق المستوى ما بين لعيبة نادي سموحة ولعيبة كانو سبورت، أكيد لعيبة نادي سموحة أفضل بكتير، ولكن ده ما يمنعش إن النادي الأهلي مبارح قدم مباراة مميزة جدا. فايلر ايه المشروع بتاعه والسياسه بتاعته اللي بيثبتها مع النادي الاهلي؟ ما زال لغايه دلوقتي المباراه الرابعه على التوالي وبيلعب بدفاع متقدم دايما. اي مباراه مع النادي الاهلي هنشوف الرباعي الخلفي للنادي الاهلي بيقفوا في المساحه دي، واقفين هنا بالظبط. ايه يا جماعه الفكره اللي فايلر عايز يعملها مع النادي الاهلي؟ اول مره بشوف مدير فني للنادي الاهلي بيلعب بيه خط دفاع عالي او هاي لاين ديفنس، ان هو عايز المنافس يتخلص من الكوره في المربع ده. بس الكرة لازم تاخد قرارك في المربع ده ليه؟ لان انا عامل لك هنا ما يشبه الاوف سايد لاين، وبضغطك وبضغط مساحة اللعب عشان اجبرك تتخلص من الكرة بسرعة، وفي نفس الوقت انا استعيد الكرة بسرعة كبيرة جدا واقدر اعمل الهجمة المتلاوية. دي امبارح شفناها بتحصل كتير من النادي الاهلي، كانت بتحصل في الشوط الاول، لكن الشوط الاول كان في مشكله ان اللعيبه كان عندها فينيشنج سيء جدا، كانش عندهم اهتمام في انهاء الهجمات بين الشوطين. واضح جدا ان حصل دش قوي جدا للعيبه كلها. ادي مثلا حسين الشحات في الشوط الاول كان ظاهر بشكل معين، في الشوط الثاني ظهر بشكل مختلف تماما. فده الشكل العام للفريق النادي الاهلي امبارح مع فايلر. أليو ديانج بقى ليه زي ما قلت في البداية خد قلوب الأهلوية؟ عشان الدور اللي كان بيعمله. أليو ديانج كان دايما بينزل، هو بيظهر ليه الاثنين مسكين، عارفين النادي الأهلي دايما بيبدأ البيلدينج اب بتاعه من الاثنين مساكين بتوعه، بنتكلم رامي ربيعة وأيمن أشرف. كان دايما أليو ديانج بيظهر وبيتحرك هنا بكل حرية، وأهم حاجة تاني بنقولها، لعيب خط الوسط والكورة مش معاه الراجل مش بيتمشى، الراجل بيجري، الراجل عمال يغطي مساحات وعمال يظهر لزمايله، فمحسسك إن لعيبة النادي الأهلي في وسط الملعب اكتر من الفريق المنافس. وده لو نفتكر الدور برضو اللي عمله حمدي فتحي في مباراة نادي الزمالك، وخصوصا اول 45 دقيقة. فبالتالي أليو ديانج امبارح طبعا قوة بدنية قوية جدا، الباسنج عنده عمل امبارح باس، يعني شفناه اللي حطه على الخط لحسين شحات كان مميز جدا. فبنتكلم على لاعب ربما يكون في ارض الملعب بيلعب رقم 6، مفروض مركزه هنا، ولكن الراجل بيتقدم لغاية لما بيوصل 8. وعشان كده النقطة اللي عجبتني جدا جدا في فايلر لما نزل حسام عاشور مكان عمرو السولية، رجع حسام عاشور هو رقم 6 ويخلى أليو ديانج هو اللي رقم 8. بكسب النادي الاهلي امبارح في وجهه نظري أليو ديانج ثنائيته مع عمرو السولية مميزه جدا. ربما يكون بعض جمهور النادي الاهلي قاسي الحكم شويه على عمرو السولية في حته النقطه الدفاعيه وعلى حته الورك ريت، لكن ما ننساش ان عمرو السولية عنده باسنج حلو قوي وعنده سلو باس جيد جدا، لازم تحطها في اعتبارك. وفي نفس الوقت اكيد وجود حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، وان شاء الله طبعا محمد محمود لما يرجع من الاصابه انه اكيد هيلعب مركز 8 اكتر ما هيلعب بلاي ميكر، اللهم الا اذا صالح جمعه يعني خلاص فقد جازه مع الفريق في شهر يناير وبدأ محمد محمود يركز على مركز 10. لكن انا بشوفها كلها خيارات كتيرة للنادي الاهلي هتخليه يبقى عنده كذا شكل قدام المنافسين بشكل مختلف محدش اتعود عليه. وامبارح تاني اهم مكسب للنادي الاهلي كان أليو ديانج، ثنائيته مع عمرو السولية كانت مميزة، وبرضه ننتظر ثنائية أليو ديانج مع حمدي فتحي في مباراة جاية، واكيد هنحللها هنا في ترند يلا كوره.